الحمد لله رب العالمين. الحمد لله على السلامة يا أبوي، 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 الحمد لله على السلامة. يبا وين رحت؟ يبا وين رحت؟ حنا ندور عليك. الحمد لله على السلامة يا أبوي. الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، اللهم لك الحمد. مراتك خلتني يا أبوي. اللهم لك الحمد. مراتك خلتني يا أبوي. اللهم لك الحمد. يبا وينك يبا؟ عزيز رحنا ندور عليك. معليش معليش غليتنا يا ابوي. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. حدقلكنا عليك يا ابوي. الحمد لله يا عيالي الحمد لله. الله سبحانه وتعالى استجاب دعائي. الحمد لله. ابو فلاح ربي يكرمه وهدى عياله وصاروا يعتمدون على انفسهم ويكدون ويشقون ويتعبون ويساعدونه يبرون فيه يخدمونه وتقل انهم تغيروا 180 درجة. وهذه حال الدنيا، الدنيا ما تبقى على حال واحد وكلها بمر الله سبحانه وتعالى. ابو فلاح ما عاد تاسع هالدنيا، عياله وربي هداهم وصاروا يدلعونه ويخدمون عليه اللي قهويه واللي يهمز رجيلاته وش يبغى من هالدنيا. ومثل ما شفت وش صار مع أبو فلاح، هذه هزانة أموره ورجهن ومن يحصلها. لكن خلونا نعود على فعله اللي في هالبر جالس مع رفيزه ولا خلاه وقاعد يحتريه. بسم الله بسم الله بسم الله. بارك الله فيك. الناس للناس والثلب الله، وأنا وياك من ديرة واحدة. الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك. وكزله رسالة فيها قصيدة لما أمه اللي تحرق شوق له، أمتي قطعن قلبها خايفتن عليه وما تلامجع الوالدين في الجنة. هالحين هي خايفتن عليه وهو في الحج والتحراله، ويوم جل بشير قالت بس هذا هو وصل. ثم تنصدم مرة ثانية أنه قاعد يحتري خويه، لكن تقل أن أمه اعذرته شوي يوم درت أن الموضوع فيه مرجلة وأنه ما خلى خويه. لكن يظل قلب الأم يضغط عليها ألين جا ذاك اليوم ودارت النهجة، ومن فرحتها ركضت ونست عباتها وما تلام وهي اللي تخمه. شفتوا المرأة لا منه ضاع ولدها في السوق، أول ما تمسكه تجلده ثم تعود تخمه وتبتي. هذا اللي صار مع أم فالح. يا الخلعقلان تعقل علي وليدي. يا الله يا ربي يا الخلعقلان يا الله يا ربي تعقل علي وليدي. وينك يا وليدي يا رب العالمين؟ وينك تغيب عني باليوم واليومين والشهر؟ وينك؟ قال علي ما تبكي يا سيدي. الناس خاف الله فيني يا وليدي. والله فيني يا ولدي. وين؟ يا والله اني مشتاقة وانا امك.